كرام مرة أخرى، ووصلنا وياكم إلى فقرات الضيف، واليوم ضيفنا مميز جدا. مثل ما تعرفون اليوم أول يوم في سنة 2022، ومثل ما انهينا آخر حلقة الخميس كانت مع الفنان القدير نجاح عبد الغفور بكلمات ولحن رائع جدا، راح نبتديها بصوت شاب وصوت مميز من تل عفر، يغني بكثير من الألوان ويغني بيه التركي وكذلك العربي، وأكيد على آلة الجيتار. اليوم ضيفنا إحنا وياكم الصوت الجميل والعازف على آلة الجيتار طه الخان. يسعد صباحك. أهلا وسهلا. صباح الخير. صباح العام وأنت بألف خير. بألف يوم خير. واحد واحد يوم كلش مميز، ولهذا أنت اليوم موجود ويانا ونورتنا. حياك الله. بداية أنا حاب أعرف من عندك طه، شو وقت بلشت عندك ملامح هذه الموهبة واكتشفت نفسك أنه أنت بالمستقبل راح تكون بهذا الوضع أي فنان؟ سؤال كلش بسيط، هاي من الطفولة. من الطفولة؟ من الطفولة. شلون اكتشفت؟ يعني احكيلي. يعني أنا بدايتي أصدقائي وأهلي كانوا يحبون صوتي. زين. من وأنا صغير. يا عمر بالله. يعني نقدر نقول من تقريباً 2007-2008. ايش كان عمرك يعني؟ أنا مواليد 97، يعني نقدر نقول عمري 11 سنة، 12 سنة. صغير. زين. فبديت بيها. أوكي. وشوية شوية طورت ال باو. احنا كنا من كنا اطفال لابد عندنا اغنيه معينه محببه لقلبنا ودائما نرددها، فطاها شنو الاغنيه اللي كانت مفضله عندك من الصغر ودائما تغنيها وترددها من الصغر؟ هي شوفي اكو اغنيه تركيه صراحه من الطفوله، هاي من كانت نومنا كانت تغني لنا هاي، فهي مو ويا الجيتار. اغنيه دندنه مال نوم. هاي الاغنيه ولا يزال يعني براسي. شنو هي؟ كلش بسيطه. Atan tutan ben seni, şekere katan ben seni. Akşam baban gelinde oy önüne atan ben seni. Akşam baban gelinde oy önüne atan ben seni. Hay lo bunye. Ay sağlık zin, şunu manaha? Atan tutan ben seni. Yani, ana طفل. نقدر نقول يعني ما عليك وكح، يعني وكح يتحرك هواي بالضبط. الوالدة تكضه أطان تطان بين سني، شكرة كطان بين سني اللي أنا خلطك ويا الشكر. أكشان بابان جلنده أننا أطان بين سني المساء من يجي أبوك أخليك أنت قدامه، يعني هيك معنى هو يحاسبك أنت. لا لا مو يحاسب، لا بالعكس أخليه يعني شو استقبالا إليه. أوكي. بالطفل. حلوة الأغنية وكلماتها حلوة بالضبط. طيب إحنا نشوف إنه بعض خاصة في مناطقنا وفي العراق تحديدا أكو كثير من المناطق اللي ما تشجع موضوع الغناء وما تدعم شخص إذا كان يتجه إلى الطرب والغناء. أنت واجهت هذه الصعوبة في البيئة اللي كنت تعيش بيها لولا؟ شيء أكيد واجهت. شلون تعاملت وياه؟ تعاملت وياه بطريقة كلش سهلة. شلون؟ ما اهتميت. ما اهتميت نهائيا ولا درت بال. شغلة براسي أسويها. أنت يمكن طبيعتك أصلا ما تهتم لكلام الناس. ما أهتم واضح بكلام. عليك. بالضبط، لأن أنا إنسان طموح، إنسان حلو. عندي شغف، إنسان عندي حلم. إذا بقيت مشيت برأي الآخرين اللي كسرني، لا أنا ما. طيب. إنسان دائما طايح. طيب نرجع لموضوع الطرب. نعم. إحنا شنو اللي يختلف من تسمع الجمهور؟ أكيد إحنا بالفترة الأخيرة الثقافة التركية إذا كانت مسلسلات أو حتى غناء وصلت لي العراق، بس مو الكل بصورة كلش كبيرة. صح. بس مو الكل يقدر يسمع لها ويستمع لها، أكو جمهور محدد. يعني أنت شلون تشوف؟ أعطيك مختصر بسيط. هسه أغلب الناس يسمعون الأغاني التركية أكثر من العربية. نعم. هذا اللي أنا شفته. نعم. وصح ما يفهمون، ولكن اللحن ونوع الأغنية. زين سمعنا شيء بالتركي؟ دلل. يلا. دلل. كرغون يريمن سسين السنة ضي رمضان يدا Duymak istediklerini kalbimde değiller daha
Bu sayfa kapandı belki de ta derinlerde. Yaşamadan aldırmam da çok zor bu olanlara. Kırgın yüreğimin sesini sana duyuramadım ya da duymak istediklerini kalbimde değiller daha. Bu sayfa kapandı belki de ta derinlerde. Yaşamadan aldırmam da çok zor bu olanlara. İhanet ettiğin günden beri bende çok şeyler değişti belki. Farkındasın belki değil, affet gidiyorum. Tokat mı sana bunlar yoksa kıyak mı sende? Hepsinin gerçek cevabı zaman silmiyor hiçbir günah yaşadım biliyorum. Allah عليك. يعني متأكدة احنا لحد الآن بس سمعنا صوتك يمكن تركي تركماني ما سمعناه بالعراقي او بالعربي، فاني متاكده يمكن احساسك ما اعرف انت اصلا صوتك ميال يعني احساسك وصوتك للتركي اكثر صح؟ صحيح صحيح ميال للتركي اكثر. اوكي قبل ان ننتقل للسؤال اللي عندي، اني حابه اسمع شيء من عندك عربي عراقي، اريد اشوف الفرق شلون راح يكون. تمام الدلالي تسلم. انطيكم ببالك أغنية معينة؟ تريدون هادئ لو شوية صاخب؟ براحتك انت، براحتك أي شيء. راح أطب لكم قبل بصاخب. يلا. كبداية. يلا أوكي. بدون هاي. وبعد هذا تريدون هادئ أنطيك إياهم عراقي. تمام. بين العصب. وبين العصر والمغرب مرت لمة خيالي. مرت لمة خياله وعرفت فارس وليفي لانها شقره ومياله وبين العصر والمغرب مرت لمة خياله وعرفت فارس وليفي لانها شقره ومياله وهذا الهوى من عندكم يحمل طيوف احبابي والقلب ما ينساكم والعشق مو كذابي وبين العصر والمغرب مرت لمة خياله ورافد فرس وليفي لانها شقر ومياله ولا تضربني لا تضرب كسرت الخيزرانة وصار لي سنة وست شهور من ضربتك وجعانة وبين العصر والمغرب مرت لمة خيالة ورافت فرس وليفي لأنها شقرة وميالة الله عليك. هاي صوتك وإحساسك. طبعا اعذروني شويه لان الصوت تعبان لان هاي تعبان وهيك عايش صوتك. والله صوتي ترى منتهي بالطبيعه، تعال اسمعي صوتي يعني اكيد يعني بما انه يوم امس نعم كان انه احنا كان عندي حفله صراحه بالضبط. هو اني هذا سؤالي، احكي لنا عن المشاركات الفنيه الامسيات هاي التفاصيل، ايش وقت حسيت انه طه اثبت نفسه وفعلا بديت تقتنع بموهبتك وتستحق انه يطلقون عليك تسمية فنان؟ البارحة. شلون؟ البارحة حلو؟ شلون بالله احكي لي؟ اولا البارحة سويت جو كلش حلو، يعني اني اول مرة بحياتي انه اسوي هيك جو. امسية ببغداد كانت عندك؟ امسية ببغداد. اوكي. يعني سويت عد تنازلي. زين. عد تنازلي. اوكي. ويا عد التنازلي غنيت غربي. واو. غربي نهاية راس السنة. زين. وبعدها يعني سويت اغنيه بين العصر والمغرب هاي اللي غنيتها. يعني هو صح مكان كان هادئ اوكي
بس الكل قام يرقص تفاعلوا وقاموا يرقصون ويرقصون يعني وياي سوا انا كنت باول الجيتار فجاه واحد كلهم قايمين يعني انا تحمست بدل يعني بمكان ما انا تحمست بالضبط صح انا اغني بس انا تحمست ازيد من عندهم ففرحت بهذا التفاعل اللي انت سويته افتخرت بنفسي انه انا سويت انجاز ولو صح. كان بسيط جمهور يعني مو بدايتها هذه بدايتها بس افتخرت بنفسي كل التوفيق هنيك وكل التوفيق لك طيب اكفد موضوع بالي الغناء التركي يحتاج له الى طبقات صوت معينه والى شروط معينه حتى واحد يقدر يغني احنا نشوف اللي يغني تركي لازم تكون طبقات صوته عاليه وصوته قوي صح لو غلط شلون هو انت على وشوف الاغاني هو كل لون عرفت شلون بس هو اذا ما دام انت عندك طبقات عاليه حتى لو ناصيه على مستوى صوتك انت تغني على مستوى صوتك السائل الاغنيه اللي غنيتها قبل شويه التركي هاي مو مستوى صوتي مو طبقتي ولكن انا غنيتها بطبقتي اي اغنيه بالعالم انت تقدر تنغمها بطبقتك انت الخاصه او على طريقتك الخاصه اما اذا من ناحيه اللهجه اذا اجيت احنا العرب كعامه يعني الا ما صار عندنا شلون اقول لك شوي اغلاط بالاحرف فقط اما اذا كلمات لا فقط مثلا مرات اذا ابي حرف با احنا نقول له با مثلا جا احنا نقول له جا تحاول تضبط اللغه انا ضابط اللغه 100% بالنطق المعلومه ترى انا تركماني انا خلال شهر ولو عشت سنه ونص بتركيا خلال شهر واحد انا طبقت اللغه التركيه ممتاز يمكن قريبه بها بعض الكلمات يمكن اللغة التركمانية صح؟ خلينا نطيك الاختلاف البسيط زين بين اللغة التركية واللغة التركمانية اوكي هسا عندك اللهجة العراقية مختلفة عن اللهجة الليبية اثنيناتنا عرب نفهم عرب بعض بالضبط بس احنا تركمان هذول اتراك فاكو هواية كلمات مختلفة بالضبط وهذا اللي ساعدك بالضبط ولكن نفهم هم ما يفهمون علينا بس احنا نفهم عليهم ها حلو زين بما انه قلت يوم امس كان عندك امسيه ببغداد لاحد اليوم مطاعم او المقاهي شنو اكثر شيء اليوم المستمع البغدادي او البغداديين يطلبون من طه اغاني يسمعوها خاصه البارحه خلينا نقول والله يطلبون اكيد غنيت على ذوقك وبالتالي هم طلبوا من عندك طلبات شنو كانت اكثرها يعني اكثرها الطلبات اكثرها هي تركي ها حلو إيه؟ لان انا الحمد لله ضابط هاي اللغه اليوم احنا نريد نستثمر وجودك والاغاني التركيه كلش حلوه بها احساس كلش عالي فاحنا اليوم واحد واحد نستثمر وجودك وسمعنا شيء تركي بعد حلو يلا انت فرحت يعني طبعا شيء اكيد ولو يعني شويه مثل ما قلت لك صوت شويه تعبان بس انا انطي طاقتي وانتم تستاهلون شيء اكيد الله يخليك تستاهلون زين راح انطي طاقتي يلا راح اعطيكم شويه اغنيه صاخبه وكلش حلوه يلا بمناسبه يعني عندنا راس السنه قناش ضوضو ما يا اسطى نفسي محب أسطى يقصن على الأرض بساس بين يمر رالة قايب دلنا أشكى بحجي لركم جا جناش دادو وما يستى نفسي مهب أسطى يقصن على الأرض بساس بين يولر رالة قايب دلنا أشكى بحجي لركم جا بلكي أفدر بزين أنجا هاترا قبل قلب جوكيزم قوية فوردو عشقلرم يا بني أولدر يا الله نفسم أولدنا بوينما قلب جوكيزم قوية فوردو عشقلرم يا
Ya beni öldür yalla Nefesim ol günah boynuma gel لا غير شكل غير شكل فعلا يعني متفقين على هذا الرأي حتى بالكنترول الشباب للأمانة هم من يومهم خلني اسمع شيء بالتركي لأن صوتك غير شكل طه أنا أريد أسألك نفكر على هذه الإمكانية العظيمة وهذا الصوت والإحساس الحلو تشارك به مواهب الغناء العربية أو ممكن محلية بس أكثر شيء يمكن العربية حتى اليوم تبين اليوم هذه الإمكانية العظيمة العراقية للدول العربية صراحة يعني صارت يعني شو بنقول صارتني فرص سنحت لي فرص إنه أروح أوكي. ولكن توقفت شنو السبب يعني محلية صراحة هي ناجحة أوكي. ناجحة ولكن أنا شو نقول طفرة أريد يعني مثلاً عراق آيدل حالياً يعني ممتاز يعني عرف هواية من المشتركين اي نعم مثلاً علي ليو تحياتنا إليه بالضبط زين فيعني ممكن هذا ساعد حسين فلك همين تحياتنا 100% هواية من المشاركين ساعدهم هذا البرنامج صحيح ساعدهم والله بس أكو شغلة اللي هي إنه أني للمعلومة بعدني مبتدئ بعدني يحتاجك وقت حتى الشارك يحتاج لي وقت حتى الشارك فمن كانت محلية أو عربية فشو مثل ما قلتش قبل شوية يعني يحتاج الطفرة أحسنت بالضبط. تفكير صح يحتاج الطفرة بس حاليا يعني بهذا الوقت ما أقدر يعني أنا إذا طلعت قدام برنامج لازم أبرز نفسي صح مو يعني أروح أمي شيء عادي يعني. بالضبط شيء عادي اللي ما أخذه يعني إذا رحت ليش مكان يعني هذا وراها مستقبل صح تحس نفسك مقتدر حتى لو بنسبة 90% يلا شارك لازم 90% حتى بالنسبة لي قليلة قليلة 10 درجات بعد حلو طموحك حلو كلش طيب طاحنا يعني اليوم كفنان عندك طريقة أما طريق المواهب برامج المواهب أو طريق الشركات الإنتاج المحلية لكن شركات الإنتاج المحلية مثل الكثير يعرفوها أنه هي احتكارها صعب جدا بشروط جزائية وبسنين طوال جدا ممكن أنت تفكر بيوم الأيام أنه تتجه لهذه الشركات لو لا الله ما أدري صعب الخيار صعب الخيار بدأ بس بدأت عمرك وبهاي الموهبة يعني يعني احتكارك يكون صعب عليك وانت بعدك بهذا العمر فأكيد يعني خطوة تكون ممكن مو موفقة طيب صعبة. أكو لك فيديو منتشر وانت تغني تسر مسلسل أم بديلة صح لا أم بديلة هي مال حبيبي اي مال سيف عامر تحياتنا لك تحياتنا نشوف نسمعها من عندك لو ما تتذكرها بلا اتذكرها شلون يلا بس ما ادري لان بيها طبقه عالي الصوت اذا يطلع لي لان مثل ما قلت من شوي تعال خليك على تونك على راحتك يلا حبيبي يا وحشني يا عمري وانا وحشني موت جاي انتظر منك خبر ترجعني حي وجاي اموت خنقتني روحي وجاي احس بالقوة جرها ذا النفس عصابي تلفت من الغياب شايبني بعدك واني شاب خقتني روحي وجاي احس بالقوة جرها ذا النفس عصابي تلفت من الغياب شايبني بعدك واني شاب حبيبي يا وحشني يا عمري وينك وحشني عايش صوتك طه عدي لك سؤال جواب كل شخص خاصة يمكن من الفنانين أو إحنا بمجمل الحياة لابد كل شخص فينا عنده عراب معين اليوم طه منو عرابه من ناحية الغناء وأيضا كعازف جيتار واليوم ساعدك أيضا ببداياتك يمكن راح اقول شغله راح تستغربون عليها لانه هو مو لوني زين بس هذا اللي خلاني ابدي بهذا الشيء ب 2009 انا كنت يعني من النوع اللي كلش احب اسمع الاغاني الغربيه
فأول أغنية سمعتها غربية بحياتي هي أغنية جاستن بيبر أغنية بيبي. هاي الأغنية اللي خلت عقلي يفتر. هاي هيك يمكن بدايتها مثل الطفل كانت حماسية وأنا طفل فدخلت براسي أوكي فخلتني أنه أندفع عليها أكثر. زين احنا يعني للمعلومة احنا سمعنا من عندك عربي وسمعنا من عندك تركي وتركماني الغربي أبد الغربي أبد أبد الغربي أبد. زين شيء بسيط نريد نسمع صوتك وإحساسك بالغربي شلون يكون؟ بعتعبنا لازمين لا والله مو تعب أنا سمعكم بس راح سمعكم بس منا من الاستوديو عصيدة يا قبر لا عدلل والله حجرت في دولكم. زين الله يخليك. Like on Jupiter and Mars, in other words, hold my hand, in other words, baby, I love you. شي بسيط. الله عليك. الله عليك. يعني متخوف ما أعرف ليش متخوف. أي لون اليوم؟ نعم. بأي لغة ما شاء الله أنت مبدع. لا للمعلومة. إحساسك موجود. المعلومة أني ضابط أربع لغات اللغة الإنجليزية والتركية والعربية هي اللغة التركمانية. هو الصوت حلو إذا يحكي حجي يطلع حلو بلسانه. نغم نغم عبارة عن نغم. طيب مثل ما شفنا أنه أنت بين أناملك الجيتار. نعم. نشوف أنه إحنا خاصة في الوطن العربي تحديدا ثقافة العود هي أعلى من ثقافة الجيتار وتوجه لها أكثر. ليش اختارت الجيتار ما اختارت مثلا العود او اي اله ثانيه؟ شنو جذبك بيها؟ صوته. صوت الجيتار، احساس الجيتار جذبني اكثر، العود همين يعني كل شيء جذبني يعني احساسه. بس انا اندمجت ويا الجيتار اكثر. تعزف على العود؟ لا بس احب اسمع العود. ما ناوي يا ريت طبعا شيء اكيد احب اتعلم هوايه على عندي اكو اكثر الالات اللي انا احبهن هن الالات الهوائيه. مثل العود والجيتار واكو الات مثل الكلارينيت اشكي. طيب طه ممكن انه نعرف ان احنا يمكن العود اكثر مرونه مو من الجيتار كعزف لو معلومه خاطئه؟ والله ما اعرف بالضبط لان انا صراحه ان المعلومه ترى ما دارس ما مكمل دراسه لا داخل معهد اي فنون او هذا الشيء اجمل انت مو بتك ربانيه وهذا الشيء اجمل انه هذا الجيتار هذا الجيتار طلع جديد انا الجيتار اللي اقدم من عنده هذاك كل شغال عليه فاليرتي اسميها هذاك جتني هديه من فنان تركي شعبي فحافظت عليه اكثر من سنه ونص وبعدها سنه ونص بعدها جت هاي وذاك هذا ساعدني موجود الجيتار الثاني بس راح يعني نوعا ما بس راح يرجع يعني فتره شلون نقول لك تصليح العفو فتره تصليح لان بيها شويه اضرار اما هذا جاني جديد فهذا يساعدني من ناحيه المهني لان كهربائي هذا نعم هذاك هوائي دائما شويه عشان معرقل عليها بس هذا بعد ما جاني ارتاحت بها نوعا ما زين نعم طه احنا هوايه معلومات تفاصيل سالناك اسئله بس لحد الان ما نعرف طه الفنان او طه الشخص العادي عادة المن يسمع يا فنان دائما متأثر بأغاني ويرددها ويستمع له بشغف منو فنانك المفضل؟ تحياتنا للأستاذ علي جاسم تحياتنا إله أها علي جاسم دائما تسمع أغانيه وترددها؟ دائما أسمع أغاني أستاذ علي جاسم يعني وصراحة يعني أنا أتمنى في يوم ألتقي إن شاء الله زين أكثر أغنية تحبها لعلي جاسم؟ آه
حقك علي واعتذر طيب. مني الغلط هالمر. قبلها طبعا تحياتي للفنان والصديق الجميل علي جاسم، تحية حب واشتياق صار هو ما شايفك. عزف لنا شيء لعلي جاسم وغني لنا اياه، وانا وعدك انه انت تلتقي بي هاي الفترة ان شاء الله. شكرك جدا، راح اغني له اغنية حقك علي. يلا حقك علي واعتذر مني الغلط هالمرة، مني الغلط هالمرة، فرحان داوت الغصن ثار المرض بالشجرة، ثار المرض بالشجرة، شيفي ديدات بغزل وانا روفي روح الشخص لا يكتب ولا يقرأ، مليت من هذا اللعب لكاني ما أحب الكذب، توقف بعين العشرة، توقف بعين العشرة، واني بعد ما اشتاق وش جديد لفراق، اي واحد يريد يروح ما اقعد وانتظره، واني بعد ما اشتاق وش جديد لفراق، اي واحد يريد يروح ما اقعد وانتظره. الله عليك. صوت جميل جدا. شكرا. واختيار راقي لفنان راقي ومحترم جدا، تحياتنا لك. بس هذه يمكن الأغنية أكثر أغنية تحبها لعلي جاسم، لو بالصدفة يعني جتي على بالك وغنيتها، أو شنو السبب تحبها؟ أكو هواي أغاني أحبها لعلي جاسم. زين، غير علي جاسم من القدامى الفنانين، يعني مو الجيل الحالي. صراحة أنا ما أسمع جيل قديم. أها. أحب يعني مو مودك. أعرف هالفنانين بس مو مودي، لهالسبب ما أسمع جيل قديم. ما يقولون نسمع أم كلثوم، يقولوا لي اسمع لي مثلا تحياتنا أستاذة هيثم يوسف، هم يقولوا لي اسمع لنا هيثم يوسف. بس أنت يعني تخيل أغاني هيثم يوسف إذا أغنية تغنيها بصوتك غير شكل، يمكن ما حافظ لأي شيء. ما حافظ له والله. ما حافظ له، بس أكو أغنية هادئة الفنان علي هميم. أوكي. أخ الفنانة أصيل هميم. زين. هاي الأغنية يعني من الأغاني الإحساس. أنا كل شيء أحبه. شي هملته. هذا آخر الإهمال. يعني إحنا تحكي لنا إياها. تحكي نريد نسمعها. دلله. تسلم. تحملنا وبقى شيء على ختام. لا دلله. أنا بالنسبة لي للصبح أغني لكم. بدو أقل. من يصير الغيرك شي جرحت ليش تبكي وينشغل تفكيرك، هسه بين هذا حبك بعد ما انتهى وقته، من صرت يوم غيرك اني اشتغل احساسك انت، سبين هذا حبك بعد ما انتهى وقته، من صرت يوم غيرك اني اشتغل احساسك انت، مش متصور ابقى وياك واتعلق بامان بيدك، دمت الحب هذا اخر الهمال، مش متصور ابقى وياك واتعلق بامان بيدك، دمت الحب هذا اخر الهمال، هذا آخر الإحمال، هذا آخر الإحمال.
يعني دخلتنا بمود الأغنية رغم إنه هي كلش هادئة أو يعني حزينة بالتالي همية أكيد نعم كلش حلوة. تدري شنو؟ نعم طاها كلش مهم. أنا بالنسبة لي الفنان اليوم من تستمع له يدخلك لمود الأغنية ويخليك يعني فعلا حسك على رأي زميلنا المخرج تحياتنا إلى أليكس يقول فعلا يعني يدخلك بالمود ويوصلك الإحساس مالته وهذا يمكن مو أي فنان يتميز بهذا الشيء. فأنت هذه الميزة موجودة عندك عاش صوتك اليوم أي أغنية فعلا تغنيها إحساسك يوصلنا وتدخلنا مود الأغنية. بصوته ولسانه حلو. طيب الغناء هسه اليوم أنت تريد تسلكه كطريق وبس انه انت اليوم تركز بس على الغناء او راح تخليه كموهبه او شيء ثاني وتجد امور اخرى انه انت للحياه؟ لو انت اليوم قرر انه تقول انه اليوم اني طريقي واحد هو الفن والغناء والعزف على الجيتار وبس اكزاكتلي فقط هذا الطريق بس من الطفوله هذا حلمي. حلمي ممكن تشوف نفسك بعد 10 سنين انت محقق هذا الحلم؟ بعد 10 سنين متاكد 100% اذا الله انطاني عمر إذا بقيت عايش راح أترك بصمة كبيرة إن شاء الله. إن شاء الله. زين طه إيش وقت بالضبط تعلمت عزف الجيتار؟ تذكر أي سنة؟ أي نعم إيش وقت؟ 2020 بداية 2020 سنة. زين مما أنه ما صار هو يعني تقريبا صار إيه سنة؟ سنة سنة بالضبط. سنة ونص يعني سنة ونص سنة 20 سنة. زين تذكر سنة أي نعم بعد ما تعلمت العزف على آلة الجيتار شنو؟ أول أغنية غنيتها مباشرة هي هذه الآلة؟ أول أغنية غنيتها زين؟ إيه شنو كانت؟ تبغى تضحك؟ أول أغنية كانت خلي أتذكرها أتذكر يعني أغنية أوكي غنيتها هو أنا بدك تتذكرها حتى تغني لنا إياها يعني أتذكرها والله حتى كنت ناشرها وواحد من الفنانين يعني حتى تواصل بيها قال لي جاي تغنيها شويه سريع بطي بيها واني بدايه بس جاي طمطم ويا الجيتار واغني بيها ف لاي فنان تذكر؟ لاي فنان كانت؟ خليني اتذكرها ثواني يلا اوكي اتذكرها ما ورانا شيء حسنا انت اليوم لا للامانه اغنيه صغيره كنت وانت صغيرون زين لي يقول لك هاي الأغنية كانت على بالي وكنت ناوي إنه اليوم ما تطلع من الاستوديو إذا ما سمعت أدلل يلا هو صراحة كلماته ما حافظها كلها بس راح أطلع كلماته كلها هنا يلا أوكي تمام وأغنيها ويا أدللو تسلم عيوني عيوني دللو يلا صغيرة كنت وانت صغير حبنا بدا بنظرة العيون قال ترى ذول يحبوا من الزغر لما يكبروا صغيرة كنت وانت صغير حبنا بدا بنظرة العيون قالوا ترى ذول يحبوا ان الزغر لما يكبرون مثل نجمة والقمر كبر حبنا وزهار بعيونك حبيبي نبتدي دروب السفر لا 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 على الجرف قعدنا ليالي ذاك النار والنخل عالي تغيرنا وكبرنا يا غالي ظل النهر والنخل عالي مثل النهر ما تغيرنا حبنا كبر واحنا كبرنا محلى الحب اللي جمعنا مثل الطيور احنا صرنا النجمة والقمر كبر حبنا وازدهار بعيونك حبيبي نبتدي دروب السفر لا 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 مثل النجمة والقمر كبر حبنا وازدهار بعيونك حبيبي
نبتدي دروب السفر. لا 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 لا. عاش صوتك، حققت أمنيتك وسمعتها زين. الله يخليك. احنا بنهاية المحور احنا كلش تعبناك، وكانت وياك اليوم محور كلش لطيف ومميز. فكلمة أخيرة اليوم حاب تقولها لقناة الرشيد وللمتابعين ولجماهيرك. للمتابعين ولجماهيري، أولا أنا أشكر قناة الرشيد على هاي الاستضافة الحلوة، وأشكركم جدا. الله يخليك، أشكرك ما شاء الله عليكم. الله يخليك. وثانيا أوجه رسالة يعني لكل شخص عنده طموح بحياته، يعني ما دام عندك شيء لا توقف. للمعلومة أنا كل هاي فقط بهذا الشهر شهر صار لي من صعدت للشاشة، شهر صار لي من صعدت للشاشة، لأن كان عندي شغل وأمور وظيفة ما كنت تقدر تركته، خلال شهر صعدت ثاني. أي شخص عنده حلم لا يوقف. والمتابعين دعني يمكن بعد أوصيكم زين. أخوتي هذول عائلتي. بس أنا متأكد المتابعين ما يكتفون بكلمة، يعني أبد ما سميتهم ولا تروحين. للمعلومة للمعلومة المتابعين أنا حساب الانستغرام ولو يعني هاي الفترة صعدت شوية المتابعين لا فد يوم سميتهم متابعين لا فد يوم. كل نشر او اي شيء احكي بث مباشر او انشر صور ما اقول اصدقائي اخوتي اخوتي يعني اخوتي هذول اللي صعدوني اللي نزلوني هم 100% بالضبط. طه احنا اليوم اي شخص ينوي انه يكون مغني او اعلامي او ممثل او فنان او اي شيء ما ينجح اذا مو بدعم الجمهور. الجمهور هو الداعم الاول وهو السند والظهر الاول. بالتالي اليوم انه احنا كل نجاح في حياتنا سوف هو فضله للجمهور، فضله للناس اللي تحبنا وتدعمنا. اليوم احنا نشكر حضورك ونشكر وجودك حسنا، راح احقق لك امنيتك. بالضبط، يعني اخوتك يستاهلون من عندك اغنيه. بس قبلها انه احنا نشكرك، نشكر حضورك، وراح نختمها وياك بأغنية. مو بأغنية، بميكس عربي تركي. تغني لنا أغنية عربية تركية حتى نختمها وياك. وباو علي باو علي وياك وياك هاي. أوكي، فنشكرك يا حبيبي طاهر. أكيد أنت مغني وعازف آلة الجيتار. تحياتي لك يا مبدع يا موهوب. شكرا لك. تحياتي لك يا موهوب. احنا ما نريد نحرجك. أغنية أنت حافظها وحاليا تتذكرها. الأغنية موجودة راح اصدمكم بيها ثواني. واو يلا راح تسوي لنا كم راح تحبوا شيء اكيد راح اسوي مكس بالبدايه تركي بعدين ادخل. يلا هذا الحكي الزين شفتي ثواني راح نعطيكم اياها وتدللون. اوكي هي شنو الاغنيه يعني؟ خليها مفاجاه. اوكي والله تمام. يلا يلا Bulunmaz aşka çare hiç mi yok? Seninle biz neyiz bilen de yok. Bu sevgiden bir yol biriz de yok. Nasıl olursa olsun arıyor. Sensizlik şok oldum, serhoş gönlüm, yandım kül oldum. Olur olur bana gel yine, sakın sen kimseyi dinleme. Yarını kalbine gizleme, çağır gelsin sesime. Bulamadım seni dün gece, sarıldım gizlice geçmişe. Yarını kalbine gizleme, çağır gelsin sesime. Ay. Xıttar adn el farah, galik sual işmo. Xafer yumur bil agid, rush el agid bidmo. Xıttar adn el farah, galik sual işmo. Xafer yumur bil agid. رش العقد بدموع يا قلبي وين الحزن
حدر الحدر مرفوع دومك تون ونتك تبكي بدمع مجفوع طيفك أمل كذاب فوق السماء مرفوع بالك تصيح بحزن صوت الحزن مسموع خطار عدن الفراق لك صوان سموع خاف ان يمر بالعقد رش العقد بدموع. عاش صوتك شكرا لوجودك ويانا ونتمنى لك سنة سعيدة وإن شاء الله تكون يا ربي أحسن مطرب عراقي على مستوى العراق والعالم العربي اللي أنت تستاهل. شكرا جدا. شكرا جزيلا. أشكركم جدا وكل عام. أكيد مشاهدين الكرام نكملوا وياكم حلقتنا لهذا اليوم لكن بعد هذا الفاصل وأكيد أنا وأنت.